بسم الله الرحمن الرحيم. اخيرا ما اضيف لليكسر اذا لم يكن معتلا كرام وقضى او يكن كابنين وزيد نفذي جميعها لي بعد الفتح واحتلي وتضغم لي فيه والواو وان ما قبل واو انضم فاكسر هدهن والفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها يا حسن صار المضاف الى المتكلم زمانية اقصى الصحيح مثل أولاني جاء أولاني يكسر ما قبل هذا المتكلم وما جمع بيده متى هؤلاء بناتي والنطع لكم وهذا أيضا يكسر فيه ما قبل هذا المتكلم. والرابع الثالث الشبيه بالمعتل وهو ما آخر واو أو يا قبلها سكون تقول هذا دلوي وهذا ضبي بكسر ما قبل هذا المتكلم. والتكسير جمع التكسير نحو هؤلاء أصحابي. الأربعة الأخرى هي ما كان منقوصا كالقاضي إذا وضع غير متكلم أو مقصورا أو مذنا أو مجموعا جمع مذكر سالما الأربعة. قال رحمه الله آخر ما وضع غير يكسب الأربعة الأولى إذا لم يكن معتلا كرام وقضى أو يكن كبرا وزيدنا هذه ما حكمها؟ قال هذه يا المتكلم معها افتحها ولي جميع هذه بعد يا المتكلم بعدها فتح واحتوي التبعة وتدغم الياء فيه. أين الياء يا ابن مالك؟ الياء في المذنى المنصوب أو المجرور وجمع ذكر السائل المنصوب أو المجرور والمنقوص مطلقا. تقول هذا قاضية ورأيت قاضية ومرت بقاضية المنقوص مطلقا تفتح فيه يا المتكلم وتدغم فيه الياء. المثنى تقول رأيت غلامي مثنى منصوب تدغم فيه يا الإعراب يا المتكلم ومررت بغلامي وجعلك سالم كذلك تقول مررت بمساعدية ورأيت مساعدية أدغمت يا الإعراب الدالة على النصب والجر يا المتكلم وتحت يا المتكلم. هذا ما أقول وتدغم الياء فيه. أين الياء؟ في خمسة مواضع المنقوص مطلقا وجمع المذكر السالم مجرورا ومنصوبا والمثنى مجرورا ومنصوبا نقول يضغم الياء فيه. والواو أين الواو؟ الواو لا موضع واحد في جمع المذكر السالم مرفوع وإما قبل واو ينضم فاكسره تقول هؤلاء مساعدية الأصل مساعدوية اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون أبدلت الواو ياء وأضغمت بالياء سوف يأتيك إن يسكن السابق من واو وياء اتصل ومن عروض عالية بياء للواو اقلبن مظلمة وشد مطر غير ما قد رسم فتقول هؤلاء مساعدية قلبت الواو وياء وضغطها بالياء لكن بقيت عندك ياء قبلها ضمة وهو قوله وإما قبل واو ضمة فاكسره فتقول هؤلاء مساعدية لتتنكى الياء لأن ضمة قبل بعدها ياء غير مناسب قال ضمة كسرها ما نقوله وإما قبل واو ضمة فاكسره. مفهومه أنه إذا كان ما قبل الواو مفتوحا لا تكسره تقول رأيت مصطفية ومرأت بمصطفية تقول هؤلاء مصطفية هؤلاء أصلها مصطفوية لأنه جملك السالم مرفوع على رفع الواو أبدت الواو يعني وضمت الياء في الياء وما كان قبل الواو وما هو قبل الواو كان مفتوحا بقي مفتوحا ومفهوم من قوله وإما قبل الواو ضم فاكسره إذا كان مفتوحا لا تكسره الأصل بقاء ما كان لما كان وهو تحدث عن ما كان مضموما ما هذا ما كان مفتوحا يبقى مفتوحا أنا أقول وإما قبل الواو ضم فاكسره وألفا سلم أين الألف لا موضعان اثنان في المثنى المرفوع وفي المقصور مطلقا فتقول هذان غلامان سلمت الألف وقيت على ما هي عليه وتقول هذه عصاي ومرت بعصاي ورأيت عصاي المقصور منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا تسلم في الألف إلا عند هذيل وهو قوله وفي المقصور عن هذيل انقلابها يا حسن تقول هذه عصية قال شاعرهم سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع وهو أبو هذيل الهذلي أمن المنون وربه تتوجع والدار ليس بمعتب من يزار الأخير كان قوله وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها يا حسن أبدع ابن مالك واختصر كلام في الباب
هؤلاء المساهدين يا شيخ؟ كيف نعرف انه بالقواعد يعرف؟ خبر مرفوع علامة رفع الواو التي انقلبت ياء يعني. انقلبت ياء يعني وضربت في الياء. التقدير هؤلاء مساعدون لي، حذفت النون للإضافة واللام واللام صارت مساعدون، اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وضربت في الياء صارت مساعدية بضم ما قبل الياء، ثم قلبت الضمة كسرة لتتمكن الياء صارت مساعدية. تقلب يا المسلمون من عام 22 هجرية إلى عام 897، بقي فيها المسلمون خاصة في جنوبها 8 قرون، وسقطت سقط في عصور متفاوتة، سقط الطليطية أو قليطرة 478 وجاء المسلمون وهزموا النصارى في الزلاق 479، وبقي النصارى خائفين المسلمين 200 عام، وهزموا المسلمون في موقع سما العقاب 609، وبقي سارة سقوط الأندلس في يد النصارى مسألة وقت. سقطت قرطبة 634، سقطت إشبيلية 648، وبقي المسلمون في الجنوب حتى أطبق عليهم النصارى عام 897. توحدت إمارتا أرغون وقشتالة بقيادة إيزابيلا وجرناندو أبو، وطبق على المسلمين الأسد وأخذ منهم الأندلس. ومن أراد أن يرى إبكي على الأندلس فهي قاصية البقاء. رندي لكل شيء إلا ما تم نقصانه فلا يغرى بطيب العيش انسان رائع. 37 بثمان وعلى الشعر العربي جميل جدا. الحاصل ها هو اندلس ونسب طائل طيب. بفعله المصدر الحق العمل صح؟ هو كذا في الالفيه؟ بفعله المصدر الحق العمل مضافا او مجردا او مع الان كان فعل مع